إذا فاز ترامب سوف يكون مفيدا للشعبين العراقي والإيراني. وإذا فاز بايدن فإنه سوف يجعل إيران أو يطلق يد إيران في المنطقة لتفعل ما تريد. سوف يعود مرة أخرى إلى الصفقة أو الاتفاقية الإيرانية وسوف يعاقب السعودية أو المملكة العربية السعودية، وسوف يتجاهل روسيا والصين ونفوذهما في الشرق الأوسط، كما سيدمر الاقتصاد الأمريكي.